محتاجين انه يكون عندنا مهرجان بهذا المستوى هذا. هو الان هو عندنا، هو فاتح المجال انه نتمنى غير انه يستافدوا كل المبدعين السينمائيين المغاربه، ونتمنى انه الافلام المغربيه تعرض اكثر واكثر في هذا المهرجان باش تشوفوا المنافسه مع افلام اخرى اللي هي افلام عالميه وافلام ديال مخرجين كبار معروفين. فلهذا احنا محتاجين لهذا المهرجان هذا، ونتمنى له الاستمراريه تبقى دائما. فهذا العام هذا ما كانش داك الطابي غوج لانه لظروف كنعرفوا بان الظروف اللي كتمر منها الاخوان وخوتنا الفلسطينيين، اللي كنتمنوا انه يجي واحد النهار ان شاء الله اللي يكون المهرجان ديال مراكش وتكون فلسطين كتعيش في سلم وسلام. شنو الراي ديالك في منع المؤثرين شنو الراي ديالك في منع المؤثرين على المرور على البساط الاحمر؟ وشوف هذا الشيء الدار احنا المهرجان الدار باش انه، لانه حتى الجمهور اللي يكون واقف مثلا اللي كيشوف او اللي كيتبع على الشاشه ولا كذا، فكيشوف انه كيشوف وجوه معروفه عنده كيبغي يشوفها، لانه يشوفها مباشره ماشي هي يشوفها في التلفزيون او يشوفها في السينما. لكن ملي كيشوف ناس ما معروفينش ما كيعرفهمش ولا ما عندها حتى شيء، انا بالنسبه لي ما عندهاش علاش، لانه كيخص يكون اللي غيمر في الطابي غوج كيخص تكون عنده علاش. انا مثلا ما عنديش علاش ندوز ما ندوش. وهذا الشيء ماشي غير في المهرجان، حتى في الاعمال السينمائيه حتى في الاعمال التلفزيونيه، ولينا كنشوفوا ناس اللي هما مؤثرين وكذا وكيشتغلوا في افلام وكياخذوا البلايص ديال الناس اخرين اللي كيحبوا هذا الميدان واللي دخلوا داروا المعاهد، كاين اللي قرا كاين اللي دار المسرح من واحد المده وكيدير المسرح اجتهاد باش انه يكون مشخص في المستوى. واذا بيت يبقى جالس في دارو، كاينين الناس اللي هما مسنين الان لانهم كبروا في السن ولكن باقي عندهم ما يعطيو التجربه ديالهم، حنا محتاجين لهم لان ما يمكنش شي واحد يتعلم من واحد اقل منه، خصك دائما تتعلم من واحد اللي عنده تجربه. فلهذا هاد الناس اللي عندهم تجربه ما بقيناش كنشوفوهم كيشتغلوا. هذا عمل جديد ان شاء الله غادي نبداو التصوير ديالهم بعد واحد الاسبوع، نتمنى انه يكون في المستوى ويعجبكم ويعجب كل الجمهور المغربي ويرضى عليه.